صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالسعادة والتفاؤل، صباحكم يوم الجمعة اللي كله عمل ونشاط. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة برنامج يومي من الاثنين للجمعة، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا اللي نحبها كلنا إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي ونرحب فريق عمل برنامج ويانا اليوم. عدنا في الإخراج الزميل وائل قواسمة، والتنسيق الأخت ميرا المري، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. أعزائي المستمعين، نحن في برنامج صحة وسعادة دائما نحاول نختار لكم المواضيع والفقرات اللي تهمكم وتخص صحتكم وصحة أفراد مجتمعنا، ونحن بعد على استعداد يعني لسماع مقترحاتكم أو يعني مشاركاتكم أو حتى ملاحظاتكم اللي هدفها تطوير هالبرنامج وتحسين خدماتنا الصحية. واللي حاب يتواصل ويانا دائما نقوله حياه الله على أرقام التواصل 600551414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. تذكروا أعزائي المستمعين أن مشاركتكم تسعدنا وتهمنا. أعزائي المستمعين، فقراتنا لهاليوم متنوعة، ومثل ما عودناكم في كل حلقة في البداية بنشوف شو عدنا من أخبار صحية، ومن بعدها بناخذ فقرة السوشيال ميديا. أما في فقرة التغذية لهاليوم فبنتكلم عن فوائد الفيتامين B12، وفي آخر فقراتنا فبنخصصها للحديث عن الحمى عند الأطفال، أسبابها وكيفية التعامل معها. أعزائي المستمعين، نبدأ بسم الله أول فقراتنا ونشوف شو عندنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن الكوابيس عند الأطفال. خلونا نسمع الخبر الآخر ونعرف شو أسباب هالكوابيس وكيف نواجهها. أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أن تغيير مكان النوم والسمات الشخصية للطفل قد تكون من الأسباب البسيطة للكوابيس عند الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال الحساسين والانطوائيين أكثر عرضة للكوابيس من غيرهم. وأضافت الرابطة أن الكوابيس قد ترجع إلى أسباب نفسية مثل المشاكل الأسرية والمشاكل مع الأقران في المدرسة وإثقال الوالدين لكاهل الطفل، وإلى أسباب عضوية مثل الحمى والأمراض المقترنة بالحمى أو الخضوع لعملية جراحية. ويمكن مواجهة هذه الكوابيس ببعض التدابير البسيطة مثل الحرص على ممارسة الأنشطة الحركية نهارا في الهواء الطلق، التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي بفترة كافية قبل الذهاب إلى الفراش. كما تساعد بعض الطقوس على مواجهة هذه الكوابيس مثل تنظيف الأسنان، ارتداء بيجامة النوم أو قراءة كتاب مع الاستلقاء في السرير، تهيئة درجة حرارة الغرفة يعني في درجة حرارة مناسبة للنوم. وإذا لم تفلح هاي التدابير يجب استشارة طبيب أطفال لكشف أي أسباب عضوية أو استشارة طبيب نفسي. كما أكدت الرابطة على أهمية حل هذه المشكلة بأسرع وقت نظرا لأنها تحرم الطفل من النوم الكافي مما يؤثر سلبا على نموه ويؤدي إلى شعوره بالتعب والإرهاق، ضعف التركيز والنعاس نهارا، وكل هذا طبعا في الأخير بيأثر على تحصيله الدراسي. أعزائي المستمعين، كان هذا خبرنا لهذا اليوم. وفعلا الكوابيس عند الأطفال شيء مزعج ويقلق الوالدين، لكن دام احنا نقول ان الوعي التام بأسباب هذه الكوابيس اكيد بيكون له دور في مواجهتها. الله يبعد عنا وعنكم وعن عيالنا الكوابيس ويجعل أحلامهم سعيدة مفرحة إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، خلونا الحين ناخذ فقرة السوشيال ميديا ونسمع شو آخر مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي وشو المتداول فيها، وخاصة على صفحات ومنصات هيئة الصحة بدبي، مع الزميلة أسمى الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أخت أسمى، صبحتم الله بالنور. شو دكتور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباحك يوم الجمعة المليء بالنشاط والعمل، ولا شو رأيك يا أسمى؟ صحيح، يوم الجمعة دائما يوم يعني أفضل الأيام إن الواحد يخلص كل اللي عليه. صحيح. قبل أطلت نهاية الأسبوع. خبرينا شو عندك من أخبار الحين؟ أني من ضمن الأشياء اللي كنا حاطين قنوات تواصل اجتماعي هو من ضمن وسم أو مبادرات كن على علم، وفي هذا الهاشتاج نحن في هيئة الصحة نحط مجموعة من النصائح أو المعلومات اللي لازم واحد يعرفها، مثلا عن القوانين، عن الإجراءات، كيف واحد يتأكد مثلا من القطاع الطبي إذا هو مرخص ولا، فهي مجموعة من المعلومات اللي نحن نعطيها. وكانت معلومتنا البارحة طريقة تسجيل الشكوى الطبية. طريقة تسجيل الشكوى الطبية هي تتم فقط من خلال النظام الإلكتروني اللي هي نافذة الشكاوى الطبية الموجودة على الموقع mc.dha.gov.ae، ومن خلاله يمكن حتى الأشخاص سواء كانوا يقدروا يستعرض إذا كان سائح زار دبي وقام بإجراء وحاب يشتكي، أو إذا كان مواطن أو مقيم. ففي طريقتين لتقديم الشكوى أو فئتين، ومن ضمنها يقدرون هم نوع الشكوى تكون على ثلاث أشياء، سواء على مهني صحي ومنشأة صحية، أو إذا كانت شكوى على منشأة صحية، أو إذا كانت شكوى على مهني صحي. طبعا هذول الأشياء الشكوى تتم على الأشخاص المرخصين، ودائما نحن ننصح الأشخاص يتأكدون إذا كان الشخص مرخص ولا لا قبل أنهم يروحون أو يجرون أي إجراء. طبعا المستشفيات المعروفة والعيادات المعروفة أو العيادات هي مرخصة، لكن دائما ننصح الأشخاص أن ما يسوون أشياء غير في الأماكن المرخصة، طبعا لو هذا تفاديا لأي مشكلة ممكن تصير لهم، أو الأماكن اللي مثلا تكون غير قانونية، أو مثلا بعض الأشخاص اللي ممكن يروحون يعني يوصلون عندك للبيت. يعني بعد إحنا نسمع هالأشياء، في بعض الأشخاص يعني أنا شخصيا استغرب كيف أدخل حد بيتي وهو أصلا مش مرخص، ويعني يعني شوي الموضوع شوي غريب، بس يعني للأسف في بعض الأشخاص يسوون هالطرق. فنحن ننصح الأشخاص يروحون للمراكز الصحية، أو أيضا إذا بيكون في خدمة منزلية يكون من أماكن أيضا مرخصة ومعتمدة، وفي أيضا طرق إن الواحد يقدر يتأكد إن إذا كان الشخص هذا مرخص ولا لا. وإني عند رسالتنا رسالة الجمعة. يا سلام، عاد أنا أترياها يا أسماء. نقول في الجمعة. نقول في رسالتنا هالجمعة، قبل انتهاء الوقت العمل ب30 دقيقة قم بوضع خطة الأسبوع القادم. يمكن يوم الاثنين أن يكون أكثر فاعلية عند التخطيط له مسبقا. بعض هناك مجموعة كثيرة من الأشخاص يقولون نحن لما نرتب أمورنا وننهي يوم الجمعة بالأشياء اللي سويناها وما سويناها ونرتب جدولنا الأسبوع الجاي، يجون يوم الاثنين واحد عارف تقريبا بس يحتاج 10 دقائق يرتب أولوياته ويبدأ. فالشيء يعطيه وضوح أكثر، حتى في الويكند ما يحس إنه يعني في شيء ما في شيء. بيخف التوتر، يعني يوم أنتي بس تفكرين إنه يوم الاثنين بداوم بس أنا ما أعرف شو الياسي ترياني أو شو عندي من الشغل، يعني تحسين عمرك متوترة أول ما تدخلين المكتب، مو بعارفة يعني أمورك وين بتبدينها. فعلا إن التخطيط شيء مهم في حياتنا في كل شيء، يعني مو بس اللي في الشغل دكتورة، حتى في الحياة الشخصية الواحد لما يعرف أو يخطط. يعني طبعا ما نقول إن حياتك خلها بالمسطرة، لكن على الأقل تعرف شو الأولويات اللي بتسويها في حياتك الشخصية. مو بس العمل، التخطيط كل ما كان الحياة واضحة كل ما كانت الحياة مريحة أكثر وحلوة. بعد في البداية ممكن الناس اللي مو متعودين على التخطيط يحسون هذا الموضوع مثل ما قلتي بالمسطرة، أو يحسون صعب، لكن لا عقب ما يتعودون ما يقدرون يعيشون من غير ما يخططون، يعرفون وين بيسيرون وين بيجون شو بيسوون شو الأشغال اللي مفروض يخلصونها قبل. ودام الحين نتكلم عن التخطيط، الحين ما باجي عن الدوام اللي ساعة وساعتين يا أسمى، يلا خبرينا شو خططتي لإجازة نهاية الأسبوع. في نهاية الأسبوع أنا مجموعة من الأشياء في حياتي، منهم مناسبات، ف
وفي أشياء ثانية أنا يهمني إن أشتغل الإجازة لأن عندي تسليم الجامعة، فمخلي ممتاز الويكند هذا شوي للوناسة وشوي وقسمت ما بين الجامعة والوناسة. زين حلو، أهم شيء إن أنت ترجعين الدوام يعني بنشاطك بحيويتك، صح ولا لا؟ هذا أهم شيء. يلا وإحنا نقولك بعد استانسي بالإجازة نهاية الأسبوع وانسى الشغل شوية يا أسماء، ها؟ إن شاء الله ونشوفك الأسبوع الجاي بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك عزيزتي أسماء مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي، نتمنى لك يوم سعيد. أعزائي المستمعين أحب ناخذ فاصل ونرجع نتواصل وياكم ونكمل باقي فقراتنا لهاليوم، تريونا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، حياكم الله في برنامج صحة وسعادة، هالبرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم أرقام التواصل 600551414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. تذكروا دائما أن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، يعتبر فيتامين بي 12 من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، واللي يؤدي نقصه إلى العديد من المشاكل الصحية اللي ممكن تجنبها بالغذاء المتوازن والحصول على كمية كافية من هذا الفيتامين. في فقرة التغذية لهاليوم بنتكلم عن الفيتامين بي 12 وفوائده وأهميته لجسم الإنسان ومصادر الحصول على هذا الفيتامين. وعشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذة شيخة علي، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة شيخة، نورتينا في برنامج صحة وسعادة. نورك حبيبتي. اليوم إن شاء الله أنا بتكلم لكم عن فوائد فيتامين بي 12، وهذا من أحد المواضيع يعني اللي وايد مهمة يا أستاذة شيخة، عشان شي إحنا في البداية نبغى نعرف أهمية وفوائد هذا الفيتامين. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن الفوائد وعن أعراضه وعن المصادر وكيف نقي نفسنا من نقص فيتامين بي 12. أول شيء هو فيتامين أساسي لجسم الإنسان وله دور أساسي في الحفاظ على الوظيفة الطبيعية للخلايا العصبية وإنتاج خلايا الدم الحمراء. ونقدر نحن الجسم يقدر يخزن فيتامين بي 12 لمدة تصل إلى 4 سنوات، بس الجسم نفسه ما يقدر ينتجه، فبالتالي نحن لازم نحافظ على كمية بي 12 في جسمنا. وعندنا طبعا فوائد، من أهم فوائده أنه له دور مهم في الحفاظ على وظائف الجهاز العصبي، يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء مثل ما قلنا، يحسن من صحة القلب، يزيد الطاقة والحيوية، يدعم العظام والوقاية من هشاشة العظام، وأهم شيء أن تحسين المزاج وتخفيف أعراض الاكتئاب. يلعب دور حيوي في تصنيع واستقلاب هرمون السيروتونين اللي يعتبر أهم المواد الكيميائية الرئيسية عن تنظيم الحالة المزاجية للإنسان. فمثل ما قلت لكم له وايد فوائد. ممتاز. تفضلي. ومن أهم مصادره اللحوم، عندنا الأسماك مثل السلمون والمحار وسمك التونة، الدواجن، البيض، منتجات الألبان والحبوب المدعمة. ممتاز. إنزين أستاذة شيخة، لو إحنا تكلمنا في البداية الفقرة يعني أن نقص الفيتامين ها ممكن يسبب لنا بعض المشاكل الصحية، إنزين خبرينا شو هي أسباب نقص هذا الفيتامين؟ عندنا نقص في التغذية، عدم توازن النظام الغذائي، وفي حالات مثلا التهابات في المعدة، أمراض البنكرياس، استئصال الأمعاء الدقيقة لأنه يتم امتصاصه في الأمعاء الدقيقة في المعدة، اضطرابات في امتصاص الطعام سواء في المعدة أو الأمعاء الدقيقة. وبخصوص عندنا كبار السن، أحيانا يكون الامتصاص غير كافي عند كبار السن نتيجة نقص حموضة المعدة لأنها تقلل من قدرة الجسم على نزع الفيتامين بي 12 من البروتين اللي موجود في الأكل اللي موجود في اللحوم. ممتاز. إنزين أستاذة شيخة، يعني في حالة نقص في هذا الفيتامين شو من المشاكل الصحية اللي ممكن يواجهها الشخص؟ عندنا شحوب الجلد، هذا أول شيء لأنه له دور أساسي في صنع الخلايا، فقدان الشهية، مشاكل في الأعصاب، التنميل أو الوخز في أطراف
الجسم، الشعور بالضعف والإرهاق، ضعف العضلات، هاي كلها أعراض ممكن إنها أو صح. مشاكل. احنا دائما نسمع بعض الاشخاص يعني يقولون ان احنا نحس بالتعب بالارهاق، وبعدين يعني ينصحونهم ان يصيروا تشيكوا على فيتامين بي 12، يمكن يكون عندك نقص فيه، صح ولا لا؟ نعم بالذات. انزين، احنا انت ذكرتي ان في هناك مصادر يعني غنيه للحصول على الفيتامين من الاغذيه، على فيتامين بي 12، هل المكملات الغذائيه لها دور بعد، او ممكن ان احنا اذا ما قدرنا نحصله من الغذاء ممكن نحصله من المكملات؟ بيكون لها دور مثل ما قلت لك لكبار السن اللي اصلا عندهم نقص حموضه في المعده، او اللي عندهم التهابات في المعده، اللي الامتصاص عندهم جدا بطيء في المعدة، المكملات الغذائية أفضل حل إنهم يلجؤون له، لأن مهما هم حاولوا أو كلوا أو اتبعوا غذاء متوازن الخلل بيكون موجود في المعدة. ممتاز. إنزين، كيف إحنا نقدر نقي نفسنا من نقص فيتامين بي 12، هذا الفيتامين المهم والمهم لصحتنا يعني ووظائف جسمنا المختلفة؟ أول شيء نحن نقدر نسويه نتبع نظام غذائي متوازن. أما بالنسبة لكبار السن، الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة، عندهم التهابات، عندهم استئصال، ممكن أنهم يلجؤون للمكملات الغذائية. ممتاز. إنزين، يعني لو نذكر بس متابعينا بأهم المصادر لهذا الفيتامين أو كيف أنهم يحصلون عليه؟ اللحوم عندنا كلها من مصادر بي 12، الكبد، الأسماك مثل السلمون، المحار، التونة، البيض، منتجات الألبان، الحبوب المدعمة. إنزين، في هذه هناك من أهم مصادر بيتول. في هناك مثلاً كمية معينة لتناول يعني هاي الأطعمة، أو مثلاً شو احتياجنا اليومي من هاي الأطعمة عشان تمدنا بفيتامين بيتول؟ إذا كان الغذاء كامل متوازن يومياً أنت تاكلين أو تعطين جسمك هالمصادر، بتكونين ماخذة احتياجاتك الكاملة من ناحية بي 12. أما في حالة أن كان في نقص، لا، بيكون في الواحد بيحتاج أنه ياخذ كميات معينة. ممتاز. إنزين، أستاذ الشيخة، لما يجيكم المراجعين في عيادات يعني التغذية، هل هناك في مثلا يعني نظام غذائي معين، مثلا الناس اللي عندهم نقص في هذا الفيتامين تعطونهم، أو في هناك فحوصات معينة تسوونها لهم؟ أول شيء هذه الفحوصات الدكتور يطلبها من طرف الدكتور، فحوصات الفيتامينات، يعني لما يشك إن في أعراض أو شيء، صح؟ نعم. وبعدها يلجؤون لنا، نحن نشيك على الفحوصات اللي موجودة عندنا، وبناء على الفحوصات نعطي المراجع النظام الغذائي اللي هو محتاجينه. ممتاز. فأنتوا تنصحون دائما أن الواحد يسوي الفحوصات الدورية، لأن سبحان الله ممكن تكون هاي الأعراض أو التعب والخمول اللي يحس فيه أنه ممكن يكون في نقص أحد من فيتامينات الجسم المهمة، واللي من أهمها فيتامين بي 12، صح؟ صح. ومثل ما قلت لك أنا في البداية، الجسم يقدر يخزن فيتامين بي 12 لمدة 4 سنين، فحتى الأعراض إذا بدأت تطلع ما بتطلع من البداية، يعني تأخذ وقت يعني. نعم. ممتاز. فالأفضل أن كل 6 شهور الواحد يسوي فحوصات الدورية. ممتاز. عشان يعرف إذا عندي نقص في الفيتامينات أو فقر الدم. واحنا نقول يعني الفحوصات الدورية مو بس عشان نقص الفيتامينات، احنا الفحوصات الدورية وايد مهمة للكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، يعني ويعني في بعض الأمراض المزمنة أو أمراض السرطانات أو غيرها من نقص يعني العناصر الغذائية يعني اللي يحتاجها جسمنا. فاحنا دائما يعني نحث الناس وكل اللي يسمعونا ان الفحص الدوري من الأشياء المهمة، ولازم نخليها يعني ضمن يعني اسلوب حياتنا. صح. انزين استاذة شيخة، يعني نبغى منك كلمة او نصيحة اخيرة للي يسمعونا الحين، شو ممكن تخبرينا؟ اول شيء الصحة ما تتعوض، اكيد، وأهم شيء الواحد يتبع غذاء متوازن متكامل لكل الوجبات الرئيسية اللي هو ياخذها أو بشكل يومي، هذا هو أهم شيء. أكيد.
وما ننسى بعد ممارسة الرياضة واتباع أساليب الحياة الصحية، لأن كل هاي العوامل تلعب في الحفاظ على يعني صحتنا وصحة أجسامنا. صحيح؟ صحيح. جزيل الشكر لك أستاذة شيخة علي، اختصاصية التغذية العلاجي بهيئة الصحة بدبي، على هذا الحوار المفيد واللي نتمنى أن الكل استفاد منه. شكرا لك، يوم سعيد وإجازة نهاية أسبوع سعيد عليك حبيبتي. شفتوا أعزائي المستمعين أن الفحص الدوري وايد مهم، أنه يكشف لنا عن يعني بعض الفيتامينات اللي ممكن تكون ناقصة عندنا، واللي نحتاج أن احنا مثلا يعني نهتم أكثر في تغذيتنا عشان نعوض أجسامنا هذا النقص، واللي من أهمها مثل ما سمعتوا عن فيتامين B12. المهم أعزائي المستمعين، الحين خلونا ناخذ فاصل ونرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهذا اليوم. فقرتنا الأخيرة راح تتكلم عن الحمى عند الأطفال. اتريونا. صحة وسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا مسج من أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول في المسج: دكتورة، شو هي الأطعمة اللي ممكن تعزز مناعتنا؟ طبعا مثل ما نعرف أن الغذاء المتوازن الصحي له دور في تعزيز المناعة، وهناك مجموعة من الأغذية يعني اللي لها دور في تعزيز مناعتنا ضد الأمراض، مثل الأطعمة يعني الغنية بالبيتا كاروتين. نذكر على سبيل المثال مثل المعروفة يعني البطاطا الحلوة، عندنا السبانخ، عندنا البروكلي والطماطم. كذلك عندنا من الأغذية اللي ممكن تعزز مناعتنا اللي الأغذية الغنية بالفيتامين سي، واللي معروفة طبعا في الفواكه الحمضية اللي عندنا في التوت، البطيخ، الفلفل كذلك. إنزين، وما ننسى بعد الأطعمة اللي فيها مضادات الأكسدة واللي معروفة طبعا الثوم، البصل، الكركم وعسل النحل. طبعا دائما احنا نسمع ارتباط الثوم والبصل يعني بتعزيز المناعة. إنزين، وكذلك هناك في بعض الأطعمة الغنية بعنصر الزنك اللي مثل اللحم البقري، عندنا مثلا الفاصوليا، المكسرات، هذه بعد ممكن تلعب دور. وكذلك فيتامين د اللي موجود في الأسماك الدهنية والبيض. طبعا هذه بالنسبة للأطعمة الغنية يعني واللي ممكن تعزز مناعتنا ضد الأمراض. لكن ما ننسى أن ما نعتمد بس على عامل الغذاء، هناك في عوامل أخرى في حياتنا تلعب دور في تعزيز مناعتنا ضد الأمراض، واللي من أهمها ممارسة الرياضة، النوم الكافي، يعني كذلك تجنب بعض العادات والسلوكيات الضارة اللي مثل التدخين، يعني ونحث دائما على اتباع أنماط الحياة الصحية عشان نعزز مناعتنا ضد الأمراض. الله يحفظكم جميعا يا رب، وتتمتعون إن شاء الله بالصحة والسلامة. أعزائي المستمعين، تعتبر الحمى من الأمراض الشائعة لدى الأطفال، واللي قد يكون لها العديد من المضاعفات السلبية على صحة وسلامة الطفل. لكن في غالب يعني الأحيان يمكن السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة دون مراجعة الطبيب. وفي هاي الفقرة أعزائي المستمعين بنتعرف على أسباب ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال وكيفية التعامل معها. ويسعدني أن يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة خولة عيسى الحجاج، استشاري ورئيس مركز زعبيل الصحي. يا مرحبا وسهلا فيك دكتورة خولة، نورتينا ببرنامج صحة وسعادة. صباح الخير. طبعا أول شيء حابة أصبح على أخوة وأخوات المستمعين، وصبح عليك دكتورة بدرين، والموضوع اللي طرحتيه جدا مهم، وأعتقد يعني ما في بيت يخلى من هذا الموضوع، هي الحرارة عند الأطفال.
صحيح، وهذا الموضوع مثل ما ذكرنا دكتورة مهم وصراحة موضوع مقلق عند كثير من الآباء والأمهات، خاصة يوم يشوفون عندهم أحد أطفالهم مصاب بالحمى، يعني أوقات ما يعرفون شو يتصرفون أو شو يسوون، يعني يكون فعلا الوضع مقلق. فعلشان شي خلينا دكتورة نبدأ حديثنا وحوارنا يعني ونتعرف عن أسباب ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال، لو تخبرينا. طبعا أول شيء أنا أعرف الحرارة هو صح موضوع مقلق عند الأطفال، وخاصة يوم يكونون الأهل أول طفل يكون عندهم، ما يكون عندهم خبرة في الموضوع، يرتبكون يوم يشوفون الطفل عنده حرارة عالية ما يعرفون كيف يتصرفون. فأول شيء أهم شيء لازم إحنا نعرف أن الحرارة هي أصلا ردة فعل الجسم لما نحس الجسم بوجود يعني نبهنا أو يحارب عدوى أو التهاب في الجسم، فهذه ردة فعل طبيعية للجسم تحارب فيها هذه العدوى أو الالتهابات، فما لا داعي للقلق لأن هذا الجهاز المناعي يتصرف ويعبر عنه بحرارة. طبعا الحرارة لازم إحنا نعرف شو الحرارة، لأن في ناس أنا يقول لك في حرارة باردة، في حرارة داخلية، طبعا ما في شيء اسمه حرارة باردة. الحرارة إحنا نقول عند الأطفال يوم تكون درجة حرارتهم أكثر عن 38 درجة كيلوية، ما بين درجة 38.5-38 إحنا نقول نسميها low grade fever أو الحرارة المنخفضة، مش العالية اللي تحتاج نتدخل نعطي أدوية، هي كفاية إن الواحد يعني كثر من السوائل. ونتكلم عن طرق العلاج الحرارة. سألتيني عن أسباب الحرارة، طبعا الأسباب أسباب كثيرة، أهمها هي الالتهابات، وقد تكون بسبب فيروسات أو بكتيريا. الفيروسات هي الأكثر شيوعا عند الأطفال، وعادة الفيروسات لا تحتاج أي تدخل علاجي، جسم الإنسان أو الجهاز المناعي يحارب الفيروس من تلقاء نفسه، ولكن يحتاج منا نحن الصبر، الهدوء، كي نعرف نتعامل مع الحرارة، نعطي المجال للطفل، يعني نعطي المجال للجهاز المناعي ما يتصبر في حرب الحرارة، مثل نستدعي أن نحن نشوف الدكتور أو نتدخل إذا كانت الحرارة مستمرة. طبعا عادة الحرارة الفيروسية تأخذ لها تقريبا 3 أيام وتبدأ تختفي من تلقاء نفسها، لكن الحرارة إذا زادت عن 3 أيام، كانت متواصلة، كانت بشكل يعني كل 4 ساعات أو كل 6 ساعات الحرارة بشكل مستمر، هذه لا، هذه تستدعي أن نحن لازم نشوف طبيب أو نتدخل. أما الحرارة إذا كانت أما إذا الحرارة كانت تي بشكل يعني مش متواصل، تبدأ في أول يوم يمكن تكون تيك استمرار 3 مرات في اليوم، عقب تبتدي تقل، هذه ما لها داعي نقلة. إذا مثل ما قلت إذا كانت الحرارة من 37.5 لـ38، أنا أفضل إن نحن نبتعد عن الأدوية، لأن بيشرب كميات كافية من السوائل، كثر الكثر الماء، نحاول إن نخلي الطفل يلبس ملابس خفيفة، ما نسجل عليه لأن كثر ما نسجل عليه نخلي الحرارة تتم في جسمه وتزيد. التهوية مهمة، بعض الأهالي يحبون يسوون الكمادات، ما نحن عادي ما نمنع هذا الشيء، ولكن الكمادات تكون بالماء العادي مش الماء البارد، لأن هذا سوق خاطئ أن نحن نحط الماء البارد للطفل أو نسبح الماء البارد ظنًا من أن نحن نخفض الحرارة، هذا أبدًا ما ينصح فيه طبيًا. الماء العادي، الماء الفاتر، ونحطه في أماكن معينة اللي هي عند الرقبة، تحت الإبط والفخذ، ما له داعي نحطه على الجبهة لأن هذا ما بتخفض. نحن يعني الفكرة أن نشوف وين الأوردة الكبيرة عشان نساعد أن نخفض الحرارة، وهذه متواجدة عند منطقة الرقبة تحت الإبط وعند الفخذ، هذه أفضل مناطق نحن نسويها الكمادات. ممتاز، يعني هاي أنت ذكرتي بعض الأشياء السائدة في المجتمع، أو مثلا بعض مثل ما نقول يمكن المعلومات يعني اللي ما تكون ممكن صحيحة، يعني بالعكس احنا خلال برنامج احنا نحاول نصحح هاي المعلومات لمستمعينا، وبالعكس معلومات حلوة يا دكتورة. انزين، شو الأعراض دكتورة لو تخبرينا اللي ممكن تصاحب ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال؟ طبعا الأعراض تختلف باختلاف الأسباب.
عادة لو نذكر في وايد أسباب للفيروسات، ممكن تكون الفيروسات الالتهاب الجهاز التنفسي، تحمل أعراض الجهاز التنفسي مثل فيلان الأنف أو الكحة أو صعوبة في التنفس، هذه معناتها أن الحرارة بسبب التهاب في الجهاز التنفسي. أما إذا كان الالتهاب بسبب مثلا الجهاز التهاب المسالك البولية، فبيكون مصاحب لحرقان في البول. عادة الطفل ما يعرف يعبر عنه، نشوفه كل ما يروح للحمام يطيح، نعرف أن في عنده حرقان في البول. هذه بعد من أهم الأسباب اللي تسبب الحرارة، اللي لازم تستدعي من الأهل أن تشوفون الطبيب، أن عادة تكون بسبب بكتيريا أو يحتاج أن احنا نسوي زراعة ونعطي مضاد حيوي. أنا ممكن يكون التهاب يعني عنده في البول. بالضبط. وأيضا في التهابات اللي نحن نحاول نحن نقول إن هي ريد فلاك، أو إن لازم الأهل ينتبهونها، اللي هي التهابات الحمل صاحب التهابات السحايا، قد يكون معها تصلب في الرقبة، عدم تحمل الإضاءة، ترجيع مستمر. وهذه الالتهابات لازم إحنا نراجع عليها الطبيب بشكل مباشر وننتبه للأعراض. أما إذا كان الطفل، يعني نحن في الحرارة لازم نقيم الطفل، والأهل أكثر ناس يقدرون يقولون إذا الطفل كان خير أو لا. صحيح. إذا كان الطفل عنده حرارة، بعدين من تعطيه خافض حرارة يبدأ يلعب ويأكل ويشرب، هذا ولا داعي إن الطفل الأهل يطلقون أبدا، هذا التهاب فيروسي عادة، ويروح من تلقاء نفسه مثل ما قلت الجهاز المناعة تحارب الفيروس ويروح. متى نحن نبتدي نقلق أو نحن لازم نتوجه للطبيب؟ في أشياء لازم نحن ننتبه لها. طبعا الحرارة نعتمد أول شيء على سن الطفل، إذا كان الطفل أقل من 3 شهور يعطي حرارة، لا، لازم نتوجه للمستشفى نشوفه. ممتاز. إنزين دكتورة، الحين يانا اتصال من الأخ عبد الرحمن، أعتقد عنده سؤال، يمكن نشوف الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، يا هلا وسهلا فيك أخ عبد الرحمن. الله يكرمك. أنا أتابع برامجكم وأشر بها كثيرا. طبعا نشكرك ونشكر الدكتورة الضيفة. والله إحنا لنا الشرف ويسعدنا دائما تواصلكم وتابعتكم أخ عبد الله الرحمن. الله يجزيكم. تفضل. بس سؤالي يعني بالنسبة للأطفال الصغار، أكيد أمور التعامل معهم أدق بكثير من الكبار، بس لو تلخيص سريعا في موضوع الحرارة في نصف دقيقة، ما الذي نفعله مع الطفل لو أصيب بحرارة ولكم الأجل؟ هذا أمر. الأمر الثاني اختراق خارج عن الموضوع، موضوع مواعيد الأسنان في العيادات بعيدة، ويعطونا موعد ثم يلغونه وكذا. فنتمنى من جانب الأسنان أن يكون بالمستوى المتقدم، لأنه كل المستويات رائعة. الأسنان عطلاتهم مثلا كثيرة، استقطابهم للمرضى قليل، أكيد لهم ظروفهم، لكن نتمنى يكون خطوة أقوى في مجال الأسنان. ثقتنا بالدائرة كبيرة ولكم الأجزاء. أكيد يا أخ عبد الرحمن، وإحنا دائما على استعداد على يعني سماع ملاحظاتكم. بالنسبة للسؤال الأول، إحنا أصلا إن شاء الله ناويين نسأل الدكتورة السؤال هذا نفسه، كيف نقدر نتعامل، وبتجاوبك الحين بعد شوي. أما بالنسبة لاستفسارك الثاني يا أخ عبد الرحمن، إن شاء الله بنوصل ملاحظاتك للمسؤولين عندنا في هيئة الصحة في دبي، وراح يتواصلون وياك، يأخذون رقمك تحت الهواء، وإن شاء الله ولا يهمك. لأنه أنا معي تجربة خاصة، يعني أنا انتظر، أنا وعيالي عيادات العام الأخرى في المستشفيات الخاصة ما يقصرون، لكن بأسعار خيالية، ونحن نعمة التأمين لابد أن نتقي الله عز وجل فيها، ونشكر الله عز وجل عليه. جزاكم الله خير وبركة. وصلت ملاحظتك أخ عبد الرحمن، وإن شاء الله راح يتم التواصل وياك. شكرا لك على المشاركة. يومك سعيد. دكتورة خولة، سامحينا، خلينا تترين على الخط. هي بغينا حين نسأل كيف نقدر نتعامل مع الطفل اللي عنده حرارة، مثل ما يعني سأل الأخ عبد الرحمن. أول شيء لازم نحن نقيس الحرارة، نتأكد أن الطفل عنده حرارة، لأن أحيانا الأطفال إذا يلعبوا فترة طويلة يعني يستوي أن جسمهم حار، فنحن ما نعتمد بس على أن نحن نشوف
بالتلامس لازم نقيس الحرارة بالأجهزة لقياس الحرارة ونتأكد أن عند صفر الحرارة، وإذا كانت حرارته أكثر عن 38 يفضل أن نعطي خافض الحرارة. مهم جدا، أهم نقطة بالنسبة لخافض الحرارة أن نتأكد أن الجرعة مناسبة لوزن الطفل، لأن هي مش جرعة ثابتة نفس الكبار، هي تعتمد على وزن الطفل، وهذا موجود يا في النشرة اللي موجودة مصاحبة الأدوية أو الصيدلاني اللي يشترون عند الدواء يقولوا لنا لازم مهم نعرف وزن الطفل وينعطى على وزن الطفل. مهم جدا أن نحن نعطي سوائل كثيرة، لأن نحن ما نبغى الطفل يكون عنده جفاف. الحرارة يمكن أن الجسم يتلخص، يعني يتخلص من الحرارة عن طريق التعرق، وعن طريق التعرق هذا أهم شيء يسبب الجفاف، فلازم نحن نعوض الطفل بالسوائل. الشوربة، الأملاح هذه مهمة. ثاني شيء أن نحن ما نعطي الدواء في نفس الوقت، يعني في أهالي نحن شفناها هذه في براكتس، يعني في العيادات يعطون من غير تسمية الأدوية، يعني مو شركات معينة، بس نحن يعطون خافض حرارة الأدول والبروفين في نفس الوقت. أبدا هذا التصرف غير صحيح وخاطئ. لازم يكون الفترة تباعد من بين الدواء والدواء على الأقل 4 ساعات 6 ساعات. فنعطي خافض الحرارة ويفضل نبتدي بالأدول، ما نروح للبروفين، خاصة إذا كان الطفل أقل عن 6 أشهر، إلا إذا كان الطبيب واصف الأدوية على حسب الحالة. نعطي خافض الحرارة، نكسر السوائل، نخلي الملابس الطفل خفيفة، التهوية جدا مهمة من المكان يكون حار إذا بنستخدم الكمادات كما ذكرت سابقا، وما يكون في البراكتس إن نحن كل شوية نشوف الحرارة كل 5 دقائق نبدأ، لا يعني هذا بيخليك أنت متوتر. صحيح. والطفل ينزعج، يعني ينزعج من هذا، حتى الوقت الدواء ياخذ وقته، والطفل إذا كان يلعب يرجع طبيعته ياكل يشرب ما داعي للقلق، خلاص يعني هو بدأ يستجيب للدواء وياخذ الدواء وقته، فهذا أهم شيء. طبعا إذا الحرارة كانت جدا مرتفعة هذا مو دليل على أن الالتهاب شديد، يعني في ناس يقولون إذا الحرارة 40 أو 39 معناته الالتهاب شديد، وإذا 38 الالتهاب هذا مش شديد، هذا اعتقاد خاطئ. أبدا مو بقياس درجة الحرارة، أعراض المصاحبة، في أعراض مهم إحنا ننتبه لها ولازم نشوف الطبيب، مثل ما قلت إذا كان الطفل أقل عن 3 أشهر لازم نشوف الطبيب، إذا كان في تقيؤ مستمر أو إسهال مستمر وما يتقبل السوائل هني لازم نشوف الطبيب، لأن الخطر مش من الحرارة، الخطر من الجفاف. إذا كان في عندنا ألم في الرقبة أو تشنج في الرقبة أو طفح جلدي نشوف الطبيب، خاصة إذا طفح ما إذا نحن نهوس عليه مثلا ما يروح، فهذا معناته في مثل دم تحت الجلد، فهذا لازم نشوف فيه طبيب. في نقطة مهمة بعد لازم نعرفها، في شيء نسميه التشنج الحراري، في أطفال من بين 5 أشهر من بين 6 أشهر ل5 سنين صاحب الحرارة صاحبها تشنج حراري، هي مش صرع، هي تشنج نفس نوبات التشنج. صحيح، هذه شائعة بعض الأطفال. صحيح، عند بعض الأطفال، فهذا لا نحن الأباء نوه عليها أن أهل لا يخافون. في ناس يكون عندهم مثلا تاريخ عائلي أو هم معرضين أن يستوي لهم تشنج مع الحرارة، المطلوب أن الأهل أن يشوفون يراقبون الطفل، يخلونه على جنب، يحاولون أي يعني يتأكدون أن الانفايرمنت أو البيئة المحيطة للطفل سليمة، يعني ما في عنده أي شيء، يمكن الحركة تكون عنيفة يطيح شيء، لازم نتأكد من سلامة الطفل، نشوف الوقت اللي ما فيه تشنج الحراري، هل استمر، هو عادة يستمر بضع دقائق ويروح من بقاء نفسه، ولكن نستدعي أن الطفل يشوفون الطبيب، يفحص الطفل، يتأكد أن كل شيء سليم، ويودهم لطريقة التعامل مع هذه الحالة، لأن عادة أحيانا يكون الشيء متكرر، إذا الطفل صار تشنج حراري لا قابلين إلا مرة ثانية. صحيح، ممتاز. دكتورة خولة، لو بغينا نعطي نصيحة أخيرة أو كلمة منك للآباء والأمهات اللي يسمعونا، كيف نقدر يعني نقي أطفالنا من ارتفاع درجة الحرارة؟ أولا
ارتفاع درجة الحرارة لازم يعني لازم الكل يفهم أن هذه طريقة استجابة الجسم أو طريقة الجسم يعرفنا أن في التهاب أو عدوى، فهي ردة فعل طبيعية للجسم. فداعي للخوف، أنا أتكلم سابقا كيف نحن نتصرف بالحرارة وشي هي الأعراض تدعي القلق. فما في طريقة للوقاية، وتصرف خاطئ إذا الأهل توقعوا أنا إذا عطيت البروفين أو الأدون أنا بحميه وأنا ما بخلي الطفل يستوي له حرارة. لا أبدا، هذا سلوك خاطئ. نحن نستخدم الأدوية إذا استدعت الحالة، هي علاجية وليست وقائية. فما في شيء دواء نحن نستخدمه كوقاية، هذا ما هذا تصرف خاطئ. أحيانا في حرارة صاحب للتطعيم، اللي هي الأطفال التطعيمات المستمرة تصير لهم حرارة، وهذه ردة فعل مناعية للجسم إنه ياسي يستجيب للتطعيم. هذا عادي نعطيه لخفض الحرارة، ولكن التطعيم بحد ذاته هو يقينا من الأمراض، يعني يمنعنا البكتيريا الخطرة، الأمراض الفيروسية الخطرة. وحين مثلا طبعا شائع عندنا مرض الكوفيد 19 يصيب الأطفال، الحمد لله أحيانا سمحوا بالتطعيم حتى للأطفال. وهذا يعني إذا يبون يمنعون الحرارة، نحن ما نقدر نمنع الحرارة، ولكن نقدر نمنع بعض الالتهابات أو الفيروسات والبكتيريا من خلال التطعيم. وطبعا كما ذكرت سابقا الوقاية هي عن طريق ممارسة العادات الصحية المهمة، الأكل الصحي، الرياضة، وهي هي القواعد الأساسية في حياتنا كلنا يا دكتورة خولة. الصراحة دكتورة الحديث معاك ممتع، والمعلومات اللي قدمتيها لنا جدا مهمة. الود ودنا نكمل وياك لكن البرنامج قارب على الانتهاء. جزيل الشكر لك دكتورة خولة عيسى حجاج، استشاري ورئيس مركز زعبيل الصحي. نلقاك بإذن الله بحلقات جاية، ويومك سعيد. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة. نتمنى أنها نالت إعجابكم بالفقرات اللي قدمناها لكم بكل الحب. والحين ما باقي على انتهاء الدوام إلا ساعة وساعتين وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع. ومثل ما وصيكم دائما أعزائي المستمعين في آخر حلقتنا من يوم الجمعة، إنكم تستمتعون بوقتكم وتبتعدون شوي عن ضغوطات العمل، تهتمون بصحتكم، تأخذون كفايتكم من النوم، وتمارسون أي رياضة تحبونها. تذكروا دائما أن إجازة نهاية الأسبوع لكم أنتم مهمة وضرورية لقضاء أجمل الأوقات مع عائلاتكم أصدقائكم. لكن بوسط هالأجواء الجميلة، لا تنسون أعزائي المستمعين أنكم تلتزمون بعض الإجراءات الوقائية، الابتعاد عن الزحمة، لبس الكمام، واللي ما أخذ بعد الجرعة الداعمة ياخذها لأنها مفيدة لصحته. كان وياكم في الإخراج الزميل وائل قواسمة، والتنسيق الأخت ميرا المري، وبالإعداد الزميل حسن البلاونة. هذه تحياتي لكم، محادثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة وسط أحبابكم، ولين ألقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.